فتحي عباس من أهل الوحشية ومن قرية الوحشية ومن سكان الوحشية، فعيش بالوحشية منذ 50 سنة. فنحن لما قام سموها ثورة، قام جيش الحر، اللي ما يعجبه يجي يخطفه، واللي عنده مصاري يجي يخطفه، واللي عنده سيارة ياخذها منه، ويهينونا ويقتلونا، وصار في غايات شخصية، فهذا بيتهم هاد وهذا بيتهم هاد وهذا بيتهم هاد، وهذول الجماعة اجوا مدورين على المال وعلى الرزق واخذان الناس وخطف الناس وحلال الناس، وخربوا بيوت العالم وقتلوا الاولاد، بيذبحوا الناس وبزتوه على الطرقات، بيجوا على المرأة عجبتهم بياخذوها بشلحوها بقتلوا زلمتها بقتلوا جوزها. فبعد منا اجاهم داعش، فلما اجا داعش قتل منهم كثير من الحر، وداعش على اساس اجا بده يحمي الشعب صار يظلم الشعب اكثر من الحر، ظلمهم ظلم قاسي للمرأة وللرجل وللولاد والكل، وما يخلي حدا يتنفس، دائما محبوسين بهالبيوت، ما بنطلع من بيوتنا طاول، ما بنستجري، لأن اللي بيطلع وبشوفوه مخالف بقصوله رقبته، وهذا ظلم من الله. الأخ ما بقتل أخوه، المؤمن ما بقتل المؤمن، فهذول لا في دين لا في ديانة لا في إيمان، بتستروا بالدين سترة. فنحن لما شفنا الظلم وشفنا شيء حاولنا نترك الضيعة، قلنا خيو بده ينهدي بيوتنا تروح سجرنا يروح رزقنا، ما هو خلاف، بس نضل بكرامتنا نضل نحمي حالنا. فجينا انهزمنا يوم الداعش كان هون، انهزمنا من الوحشية لعفرين بالليل الساعة 1 بالليل لأحرز، من أحرز توجهنا إلى عفرين، تركنا كل شيء ورانا، لا أحسن ناخذ لا سيارات ولا هدوم ولا شيء طاول، رحنا بأنفسنا، قلنا يا الله إنا على الله. فرحنا على عفرين استأجرنا بيوت وبركنا بعفرين وصرنا نشتغل بعفرين وعايشين مثل شعب عفرين، هلا أي شيء كلياتنا سوا عايشين هناك، وما حدا اعتدى علينا ولا حد شيء، ويكرمونا ويراعونا، وانتو غرب اهلا وسهلا وميت السلام، ويزكوا ويعطونا، يعني نعرفون جينا ما في شيء، اعطونا سفنجات واحرامات وامنوا لنا بيوت ومعيشه والله ما بيقطع. لما تحررت المنطقة جينا نحن من عفرين لهون على الضيعة، كانت المنطقة محررة بس في شي بيوت مهدومة، في بيوت منشولة، ما هو ضايل شي طاولة، لا رزق لا غاصات لا سجر لا شي. جينا الله هيأ لنا شوي شوي عمرنا وبركنا. أنا سابقا كنت أجي لما تردوا لابين أخم بيتي كانوا الدواعشي هون، فأنا أحلف راسي بالجمدانة شي ما واجههم طاول ولا يواجهوني، لأن اللي دغنوا طويلة بحطوها على الحسبة قال 40 يوم 50 يوم أو بضموك إلهم، أنا هالأمر هذا ما بدي لا أنضم إلهم ولا أنضم لحدا. فهيك صار معنا. بعد تحررت منطقتنا وجينا، أنا جيت بعد 3 أشهر ما تحررت منطقتي، جيت على بيتي والله في أغراض رايحة موضوع للشي طاول، البوب مفتوحة ومكسر الأغراض ومكسر البلور ومكسر أخذين التلفزيونات والبرادات والغسالات، ما مخلين شي طاول بالبيت. فالله عوض، اشترينا من هون وجبنا من هون وعملنا من هون، رجعنا على أراضينا وعلى رزقنا، السجر نصه رايح يعني ما هو ضيل بالمية واحد، فالله هيأ لنا وعشنا والحمد لله. فهون الجماعة اللي استلموا طلعوا الشعب ميت ما في شيء عنده، نحن كنا بالجحيم صرنا بالنعيم، يعني يكون واحد بالجحيم وصار بالنعيم غير، اختلف الوضع، هون كل شيء توفر، أول هنيك ما في شيء، ما بتسجري تطلع لا بتسجري شيء، بتاكل قتلة، الحر بقتلك، داعش بيقتلك، هون لا حدا بيقتلنا ولا حدا بيضربنا ولا شيء، كل انسان عايش بكرامته وباخلاقه وسياراته الموفره، بشوف سياره معديه على الطريق هيو بدي اروح على فيفين بشيلوك، بدي اروح على حلب بشيلوك، يعني ما بيقطعوا حدا طاول والحمد لله، الله لا يقطع كل ابن الحلال.